صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين، لعن الله قتلة أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتلي وهو في محراب. لقد أرى ليلة القدر دما دماؤها صببن في انصبابه، فاصفر وجه الدين لاصفراره، وخض بالإيمان لاختضابه، فليبكي جبريل له فليبكي جبريل له ولينتحب في الملأ الأعلى على مصابه. يا أبا وزينب نظرت إلى محراب أمير المؤمنين تقول يا موين يا موين للمحراب خالي، بويش كثر وحش الليالي، يتفت القلب ونت الوالي، يا عسى لاقرب يوم اياك اياك يا غال. والله وانسى وانسى بعد لك بعدك ما غفت لي عين، وانسى والله زلم واطفال تبكي عليك
وانسى يا وانسى رحت يا الجنت للمخلوق وانسى وانسى فقدتك والقلب ناره يا فقدتك والقلب ناره يا سري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طيبوا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله لي ولكم أن نكون من الثابتين على ولايته بحق محمد وآل محمد. الكلام ما زال في بيان فضائله صلوات الله وسلامه عليه. الفضيلة التي سنتكلم فيها اليوم نظمها السيد أخوي رحمه الله بقوله: أنت الإمام الفائزون شيعتك، أنجتهم من العذاب بيعتك، هم صفوة الناس وهم أبرار، وما سواهم همج أشرار. هذه الأبيات إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله أنه ما هو فضل أمير المؤمنين عليه السلام وفضل شيعته. النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه هذه الرواية قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: يا علي، إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضاب مقمحين. وفي الرواية يقول أن النبي وضع يده على عنقه ثم جمع يده إلى عنقه، يريهم كيف الإقماح، أنه كيف يكون إنسان مقمح، أنه يجعل في عنقه غل فيضطر إلى أن يرفع رأسه إلى أعلى، يؤتى بهم غضابا مقمحين. هذه الرواية أيضا هي يعني كالفضيلة السابقة فيها ميزة، والآن ستكون محل نقاش وخلاف ما دام أنه يعني راح ستدخل في البحث القرآني. في البحث القرآني كما ذكرت لكم قاعدة الآن عندنا أصبحت عندما نمر على فضاء الأمير المؤمنين عليه السلام، إذا كانت هذه الفضيلة أن تكون الإشارة لها في الروايات فأنه كأن المخالف يعني يسهل عنده الأمر باعتبار أنه يمكن أن يطعن في سند الرواية، وآخر المطاف أنه يقول أنها ما وردت مثلا في البخاري، وإذا لم ترد في البخاري فيدفع. والمشكلة وين؟ أنه المشكلة إذا كانت بعض الفضائل يعني هناك إشارات قرآنية لها، ومع الإشارات القرآنية هناك روايات مفسرة، فسيحار في توجيه الروايات في البداية، قد يطعن في سندها قد يطعن في دلالتها، لكنه في النهاية سيبقى مواجها للآية وأنه كيف يوجه الآية. هذه الفضيلة التي ذكرت أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في تفسير قوله تعالى، التفت الآن كيف تدخل هذا المبحث أو يدخل هذا المبحث في التفسير القرآني، يدخل بهذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هم خير البرية؟ اصطلاحين: آمنوا وعملوا الصالحات. من هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيكونوا خير البرية؟ تأتي الروايات المفسرة أخرج في تفسيره أن هذه الآية بسنده عن علي عليه السلام يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مسنده إلى صدري، فقال: يا علي، أما تسمع قول الله عز وجل:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب، تدعون غرا محجلين، اللهم صل على محمد. تدعون غرا محجلين، دققوا بهذه العبارة الآن. ممكن البعض استفسر من النبي صلى الله عليه وآله، من أمير المؤمنين، من الأئمة عليه السلام، أنه عندما يقوم الحساب هذه الأمم الغفيرة كبيرة، هذه الأمم يعني عندنا مثلا في الروايات أن الزهراء عليه السلام تلتقط شيعتها كما تلتقط الحمامة أو تميز الحمامة الحب الجيد من الحب الرديء. يقول كيف تستطيع أن تميز في مثل هكذا يوم مع هذا الجمع الغفير، كيف تميز أن هذا من المؤمنين وذاك ليس من المؤمنين؟ من البداية بلحظة قدومهم يعني قبل الحساب، قبل إلى الآن، بعد إلى الآن لم تفتح الكتب، لم يعرض الناس على الحساب، وإنما دعوا إلى الحساب بالمجيء. عندما يأتون هؤلاء القوم مميزون، علي عليه السلام وتحت رايته أمة كبيرة، هذه الأمة يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله، يقول هؤلاء هم الغر المحجلين أو الغر المحجلون هسا على هذه العبارة. فالغر المحجلة سئل أنه كيف تميز، كيف يميزون عن الناس، هذا رجل وهذا رجل، هذه امرأة وهذه امرأة، يعني ما هي ميزته، ما هي شبهه؟ في بعض الآيات أنه مثلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يقول سيماهم في وجوههم، هو هذا السيما، هذا الشكل يعني السواد الذي في الجبهة، كثير من الناس أيضا ممكن أن يشتبهوا. بعض الإشارات أنه نور، يقول النور مشكلة لا يراه إلا من كان في قلبه نور. كيف يميزون؟ حتى من قبل الناس يميزون، من قبل الأئمة عليهم السلام يميزون، من قبل النبي صلى الله عليه وآله يميزون. فيضرب لهم هذا المثال أنه من كانت له خيل كثيرة، إن كانت له خيل كثيرة، في الخيل أكو نوع من الخيل يعبر عنها بالخيل الأصيلة، وأكو نوع من الخيل يعبر عنها بالخيل الهجينة، هذا هجين، هجين خليط. أما الأصيل فكيف تميز يا صاحب الخيل أن هذا فرس أصيل وهذه فرس هجينة؟ قل الفرس الأصيلة فيها أوصاف، لونها بعد، ويضاف لها أنها هذه الفرس مثلا الحمراء أو القريبة من السواد، شرط أن يكون فيها غرة في جبهتها، هذا البياض الذي في الجبهة، غرة في جبهتها، وثلاثة من أرجلها بيضاء كالحجول بها، فيعبرون بالغر المحجلين. فقال من كانت له مثل هكذا خيل، يعقل أن لا يستطيع أن يميز الخيل الأصيلة من غير الأصيلة بمثل هكذا علامات؟ هل يستطيع؟ ألا يستطيع أن يميز؟ تأتون كهذه الأوصاف، يعني بمعنى بأوصاف، تأتون بأوصاف واضحة بينة، يستطيع إمامكم ونبيكم أن يميزكم من غيركم، لا يستطيع هناك شخص أن يختفي، يعني لا يستطيع، أن الله لا يخدع عن جنته، لا يستطيع الظالم أن يظهر بمظهر الرجل الحسن، ولا الرجل الحسن يمكن أن يختفي بين الأشخاص السيئين. الحسن من كان على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام يأتي كما تأتي الخيل الغر المحجلة، هذا هو الوصف الأساسي في المسألة. طبعاً أكو فد مبحث هم لطيف في هذا المقام، أنه في مثل هذا الجمع الغفير والكبير في الأدعية ندعو كثيراً أنه اللهم عرفني وجه نبيك في ذلك اليوم، أنه كن حتى من أنه أنا عندما أراه كن أشخصه، ألا يضيع علي باعتبار أنه شفيعي، أنا ما رأيت وجهه سابقاً، فكون أنه يسأل من الله أن يعرفه وجه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في ذلك اليوم، وجه الإمام عليه السلام، كون أنا يوم أنظر أشخص مباشرة وأن لا يغيب عني.
عموما هذا واحد من المباحث. نرجع الى الآية المباركة عندما تتحدث عن خير البرية، فيأتي الطرف الآخر مثلا يقول هذه الروايات المفسرة كلها روايات ضعيفة، سندها ضعيف لا يؤخذ بها، إنما رواها من لا حظ له من العلم، مع أنهم يعني منهم من نفس طبقتهم لا حظ له من العلم، يعني ليس له من العلم بشيء. في النهاية أنه بقيت هذه الآية، ما هو الحل في الآية؟ كيف توجه الآية أنه هؤلاء هم خير البرية؟ خما جميع الناس خير البرية، يقول هم الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم هؤلاء هم خير البرية. قال خير البرية، شوفوا التخريج الآن الذي يخرجه البعض، مشهور هذه القضية. قولي خير البرية، لو سلمنا بالروايات أنهم شيعة علي خير البرية، نحن شيعته. شوف الطرح شلون يكون، نحن شيعته. لماذا؟ قال لأنها وصفت أنه آمنوا وعملوا الصالحات، من سار على السنة على سنة النبي صلى الله عليه وآله فالمفروض هو هذا شيعة علي، باعتبار أن علي من سار على سنة النبي، أما غيرنا فالمفروض أنه ممن اتبع الفتن واتبع البدع، فما دام اتبع البدع فهو أصلا ليس من شيعة علي بشيء، نحن شيعته. فيسأل سؤال بسيط جدا، أن المرأة التي وقفت أمام أمير المؤمنين عليه السلام مقاتلته كانت من شيعته؟ من كان أتباع لها كانوا من شيعته؟ معاوية بجيشه الجرار، بنو أمية، بنو العباس، من شيعته؟ من هم؟ يعني من أنتم حتى تقول نحن شيعته؟ من أنتم؟ إما أنكم أصحاب المرأة أو أصحاب معاوية أو أصحاب بني أمية أو أصحاب بني العباس، بالنهاية أنتم من تقفون بوجه علي عليه السلام وبوجه أصحابه وأتباعه. أصحابه وشيعته معروفون بالأسماء، معروفون من بدأ من الأصحاب ومن تبعهم من الأصحاب، معروفون عند الناس، مميزون أن هؤلاء هم شيعة علي وهؤلاء غيرهم. يقول لا، هؤلاء الذين تستثنيهم، دققوا، بدأ يخترع فد مصطلح جديد يميز به، يقول أنا ضد معاوية، أنا لا أقر لمعاوية، علي عندي أفضل من معاوية، فأنا من شيعة علي لكني لست برافضي. يقول يميز بين مصطلحين، أنتم من الرافضة ونحن الشيعة، فهذا كمصطلح يعني عند المتقدمين تقدر تميز به كثيرا أنه مخالف. مثلا هذا الحسكاني الآن الذي يروي هذه الرواية هو مخالف، يقول هذا، يجي مثلا ابن تيمية يتهم يقول هذا لا حظ له من العلم، يقول هذا يعدون من شيعة علي، هذا من المخالفين الموالين للأول والثاني والثالث، يقول حتى وإن كان موالين هذا من شيعته، لأنه الشيعي غير الرافضي. حتى تصير هذه العبارة أنه من شيعته، حتى يكون خير البرية شيعة عليين، شيعة عليين في حقيقة الأمر ليسوا هم في النهاية أنهم أتباع أهل البيت عليهم السلام. هذا واحدا من الطرق والآليات التي يحاولون أن يدفعوا بها مثل هذه الآيات. فضيلة أخرى من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أيضا نظمها السيد رحمة الله عليه بهذا البيت: من كان آذاك فقد آذاني، ومن عصاك ويله عصاني. من آذاك فقد آذاني، ومن عصاك فقد عصاني. هذه البيت إشارة للحديث الوارد عن الأئمة عليهم السلام وصولا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعبر عنه بالحديث المتسلسل عن زيد بن علي، عن علي بن الحسين عليه السلام، عن الإمام الحسين عليه السلام، عن أمير المؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وآله. كل هؤلاء الذين رووا الرواية، كل واحد منهم عندما روى هذه الرواية كان يمسك بشعره، شوفوا الدلالة، كان يمسك بشعره عندما روى هذا الحديث. قال النبي يمسك بشعره وقال: يا علي، من آذى شعرة منك
فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، لعنه ملء السماوات وملء الأرض. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الرواية وهذه الآية التي تكشف عن هذا الفضل، طبعا هذا في النهاية هو كلما رد إلى قضية مقام أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار يعني هذا التفصيل مر علينا في مسألة المودة أنهم مأمورون بمودتهم، فلن نقف عند هذه الفضيلة باعتبار تكلمنا في قضية أنه لا بد أن يود، محبتهم واجب على الناس، فبالتالي بغضهم محرم على الناس، وتكلمنا في آية المودة بخصوص هذا المورد. المورد الذي نتكلم فيه الآن، نحاول أن نستثمر هذا الوقت المتبقي، أن فضيلة أخرى من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ذكرها السيد رحمة الله عليه أيضا في هذا البيت، قال: علي الفاروق أقضى أمتي ووارثي منفذ وصيتي. طبعا هذا المفروض فيه ثلاثة من الفضائل: أن أمير المؤمنين عليه السلام هو فاروق هذه الأمة، وأمير المؤمنين عليه السلام أقضى هذه الأمة، والمفروض أنه منفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله. خلي نبدأ بالوصي باعتبار أنه يعني فيه كلام كثير، ونؤجل البحث في قضية الفاروق والقضاء بالنسبة لأمير المؤمنين إن شاء الله المحاضرة القادمة. في قضية الوصاية، أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الوصي، في مسألة الوصاية أنه عندنا مبحث معروف ومشهور في الفقه يعبر عنه بباب الوصية أو كتاب الوصية. وعندنا أيضا من الأمور المهمة التي يحتاج الإنسان أن يكون عارف بمعناها في زيارة المولى أبي عبد الله عليه السلام، أنه عندما نقف عند سيد الشهداء ونزور مثلا بزيارة عاشوراء نردد هذه العبارة: السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. كما سألنا السؤال السابق أنه عندما تقول علي حجة الله تسأل أنه ماذا تقصد بالحجة عندما تتكلم، كن تعرف ما تتكلم به، ماذا تقصد بالحجة؟ تقول: أنا الآن عندي معرفة أن الحجة هو ما يتخاصم به أمير المؤمنين السلام، يخاصم الله به المذنبين بعد، وأمير المؤمنين السلام في هذه الدنيا كان علامة للإيمان، الحجة بمعنى ما يؤدي إلى العلم، ما يعطي العلم، فهو علامة الإيمان، هو الطريق، هو الصراط. الآن تسأل عندما تقف في الزيارة وتقول: السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، ما هو المعنى المراد من سيد الوصيين؟ قل: أول مرة خلينا نثبت ما المقصود بالوصي، ومن ثم نبحث في كيف يكون سيد للأوصياء، بمعنى أن هناك مجموعة من الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام سيدهم، فما هو الوصي؟ ما هو دور الوصي؟ ما هي هذه الخصوصية لأمير المؤمنين عليه السلام أنه صار وصي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف تصبح فضيلة له؟ كيف بالنهاية أنه وصايته معناه أنه إمامته، وصايته معناه أنها إمامته، هو هذا الذي نريد أن نثبته. في كتاب الوصية الإنسان عنده ولاية على أمواله في حياته، الإنسان عنده ولاية على أمواله، ولاية على أولاده الصغار، ولاية على نفسه، بإمكانه أن يتصرف في ماله بما يشاء، في أولاد الصغار أنه يزوج، يتصرف في أموالهم، له ولاية. من الصير للإنسان ولاية ويصبح له صلاحية التصرف، غير من الناس لهم الحق أن يتصرفوا في ماله. يقول: ليس لأي أحد أن يتصرف في مال أحد من دون طيب نفس ورضا. أموالي أضعها الآن على هذه الأرض وأقول: لا أجيز لأي واحد منكم أن يمد يده عليها، يحرم على كل واحد أن يمد يده عليها.
في اللحظة التي أأذن بالتصرف يسمح بالتصرف، في اللحظة التي أمنع من التصرف يمنع التصرف. من أين هذه القضية جاءت؟ يقول هذا تشريع الله عز وجل شرع لي مثل هكذا ولاية، وقال إن ورد في الحديث عن النبي أن الناس مسلطون على أموالهم، هذه الأموال مملوكة لهم، وما كان ملكا لا يجوز أن يتصرف فيه أحد من خارج أجنبي عن الملك نفسه. أنا المالك، أنا الولي في حياتي، أستطيع أن أعطي صلاحية لغيري من الناس الموجودين على أن يتصرف بالنيابة عني. يا باب، هذا في الفقه يعبرون عنه بباب الوكالة، أني أعطي وكالة لشخص لكي يتصرف في بعض الأعمال العائدة لي، بحيث عندما يتصرف يتصرف وكأنه أنا. لذلك يعبرون يقولون الوكيل كالأصيل، يبيع باسمي ويشتري باسمي، يزوج باسمي، يطلق باسمي، يؤجر باسمي، كل تصرفاته المفروض أنه يتصرف باسمي. قل لماذا لا تقوم أنت بنهب بهذه الأعمال؟ قل مرة الأعمال تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مثلا أني أذهب إلى أماكن المفروض ما أذهب لها. على العموم الشرع هو فتح مثل هكذا صلاحية أني أعطي، وهذه الأعمال لا أستطيع أن أتركها، هذه أعمال مهمة، فأعطي وكالة في حياتي لشخص يتصرف بمقدار ما أعطيته من الصلاحيات. شوفوا هذه العبارة، الوكالة في حياتي أنا أعطي لشخص صلاحية في التصرف. زين، هناك بعض الأشياء العائدة لي الخاصة بي، أنا عندي مثلا من حقي أن أوصي بثلث من أموالي يبقى لي. مرة أنا في حياتي أوقفت، مرة أنا عندي أيتام، أولاد صغار، عفوا عندي أولاد صغار، عندي مثلا أمور مهمة. هذه الأمور المهمة يوم يقترب الإنسان من أنه يغادر هذه الدنيا يريد يتوفى، فالشارع أعطاه صلاحية، قال هذه الأعمال المهمة بالنسبة لك تستطيع مو أن توكل، لا، أن توصي لشخص وتعطي صلاحيات أن يتصرف في هذه الأشياء كما كنت تتصرف أنت بالضبط. شلون كنت تتصرف أنت هو كذلك يتصرف. يعني تقول أنا هذا ثلث من أموالي أنا أضعه مثلا، نماءات هذا الثلث أنا أريدها تصرف في الخيرات، في المبرات، في تزويج المؤمنين. من يدير هذا الثلث؟ من الذي يدير هذا الثلث؟ يقول جعلت فلانا وصيا، جعلت فلانا وصيا يدير هذه العملية، أو أن هؤلاء الأولاد الصغار أنا أجعل فلان وصي عليهم يتصرف بهم بما يشاء. فالشرع فتح باب للإنسان أنه في الأعمال التي تكون بعده وهي مهمة بالنسبة له بإمكانه أن يمنح صلاحية لشخص أن يتصرف فيها. بس انتبهوا لهذه القضية، هذه الأشياء المهمة، واحد مثلا عنده مزرعة يريد يوصي لشخص من بعده أنه يدير هذه المزرعة، يصير يجيب شخص لا علاقة له بالزراعة، لا معرفة له بالزراعة لكي يدير هذه العملية، أو شخص لا علاقة له بالأمور المالية يخلي على الأموال، شخص لا تدين له، لا يؤمن جانبه، شخص مثلا خارج عن حد الشريعة يجيبه ويخليه في هذا المقام. يقول هذا خلاف السيرة، سيرة العقلاء أنه إذا تريد تجيب شخص ويدير هذه القضية، وأنت أصلا ليش لا يتخلي شخص؟ يقول لأهمية هذه الأمور، كون هذه الأمور مهمة فأنت ملزم أن تجعل شخصا من بعدك لإدارة هذه الأمور. تقول فلابد أن يؤتى بشخص له قدرة، أمين، دين، يرتجى أن يصل بهذه الأعمال إلى أفضل ما يراد. فإذا أسسنا هسه هذا المعنى نأتي إلى مقامنا اللي هو كلامنا في النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كم جهة في حياته؟ هناك جهة شخصية في حياته، أن النبي صلى الله عليه وآله له زوجات، له مثلا ابن، له أصباط، له وصي، أو له ابن عم اللي هو أمير المؤمنين عليه السلام، عنده أموال. يقول ترك النبي صلى الله عليه وآله أموال، بعض الأموال شخصية، بعض الأموال شخصية، بعض الأموال يعبرون عنها أموال المنصب،
بعض الأموال يعبرون عنها بأموال المنصب. أموال المنصب حق الإمام الآن عندما نعبر عنه، قل هذا حق الإمام، قل حق الإمام الكاظم عليه السلام مثلا، هذا لا بد أن يدفع له. يقول يوم استشهد الإمام الكاظم عليه السلام هذه الأموال عائدة له، بحيث يوم يستشهد أمواله تتوزع إلى ورثته جميعا. يقول لا، هذا المال بالذات ينقل إلى الإمام الذي بعده. لماذا؟ يقول لأن هذا في الحقيقة هذا ملك المنصب، حق المنصب ليس حقا شخصيا. فالنبي صلى الله عليه وآله ترك أموالا لكنها أموال يعبرون عنها بالأموال اللي هي ملك المنصب، حق المنصب. وأمواله الشخصية، خب النبي صلى الله عليه وآله في حديث أمير المؤمنين يقول بأبي الذي ما شبع من الخبز 3 أيام، هذا الخبز الخبز البسيط ما شبع منه النبي في حياته 3 أيام. كانت واحدة من زوجاته تشير تقول ما كنا نشبع من التمر حتى فتح الله علينا خيبر. هذا التمر اللي هو من أبسط الأمور ما كنا لنشبع منه. كان النبي صلى الله عليه وآله يجوع، يجوع إلى درجة أنه يشد حجرا على بطنه من شدة الجوع. فحال النبي من جهته المالية، من جهته الشخصية، كأنه يحتاج أن يجعل أمير المؤمنين يدير مثلا الثروة الطائلة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله، لا يحتاج. فالنبي صلى الله عليه وآله له جهة شخصية وبعد وله جهة عامة، جهة منصبه، جهة إدارته، جهة دولة أشادها، جهة دين أتمه وأكمله للناس. فالأساس الأساسي أو القضية المهمة أنه المفروض ما الذي يريده النبي، ما الذي سيتركه النبي من بعده من الأهمية بمكان، والذي يخشى عليه بحيث يحتاج إلى أن يوصي. يصير هكذا السؤال بالنسبة للنبي، ما هو الأمر المهم بالنسبة له حتى يحتاج لأن يوصي وصيا، ونناقش في أنه أوصى لو ما أوصى، أوصى لو ما أوصى. الفريق الآخر يقول أبدا ما أوصى، ما أوصى. كيف ترك هذا الدين وهذا الدين الآن في بواكيره، في بداية أمره، وجد الآن وما زال يخشى عليه من أي شيء؟ قال يخشى عليه من التأويلات الباطلة والتأويلات الضالة، لأنه كل إنسان يرى في نفسه شيء من الذكاء يأتي يؤول بما يرى بما يستطيع. مثل لعبة المحامين الآن، أنه محامي عنده شوية نوع من الحذاقة، نوع من الفهم، يجي للقانون وضعه فلان وفلان، يقعد بين قضيتين، بين مادتين، يرتب فد علاقة معينة ويجد مخرجا لأشد الجنات. أكبر مجرم بإمكانه أن يخرجه بالقانون، حيل، حيل القانون ما أكثرها. قل هذا اللي جاي يسويه، هو يعبر عنه حيلة لكنها قانونية. هذا ما نعبر عنه في الدين، ما هو التأويل الباطل، أنه ليس لكل أحد أن هذا دين. هذا مشكلته أنه إما إلى جنة إما إلى نار. يعني شخص يجي يتصدى، يأسس فرقة، يأسس مذهب كامل، لأنه هو فسر تفسيرا يعتقده صحيحا والناس تتبعه، ويجي آخر يقول لا أنا تفسيري تفسير آخر، ويجي آخر يسوي تفسير آخر. في الفقه عندنا، في الفقه حصرت القضية في النهاية في الخلاف في 4 من الفقهاء فقط. من الذي حصر القضية بأربعة من الفقهاء؟ قرار سياسي هو الذي حصرها بأربعة، مو قضية علمية. القرار السياسي نظر إلى المسألة وجد أنها وصلت إلى حد الهرج والمرج، أنه مفتوح الباب، أي فهم تفهمه هو حجة وتنتهي القضية. لا يوجد شيء اسمه أحكام واقعية، ما دام لا يوجد أحكام واقعية الله عز وجل يدير الأحكام مع فهمك. شنو تفهم؟ الله عز وجل يقول هو هذا حكمي، ففلان يحكم، فلان الآخر يحكم، المدينة بها فقيه، بغداد فيها فقيه، مكة فيها فقيه، مصر فيها فقيه، خراسان فيها فقيه، كل فقيه يفتي بما يراه. إلى أن وصلت القضية أنه أصبح هرجا ومرجا هذه المسألة، فخرج عندهم مصطلح جديد يعبرون عنه بغلق باب الاجتهاد. من الذي أغلقه؟ خب بعد النبي الله أغلق،
معصوم الذي أغلقه يقول مو معصوم، إحنا ما أدنى إمام معصوم حتى يغلق أو لا يغلق. شخص نظر وقال أنه هذه القضية ترى إذا استمرت على هذا المنوال القضية إلى هرج ومرج، فعليكم أن تغلقوا هذا الباب، باب الاجتهاد يغلق على 4 من الأشخاص. أعلم الناس يقول هسه أعلم مو أعلم، المهم أن هؤلاء 4 من أيهم أخذت المسألة تصح ولا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما نأتي ونرى أنه أي جهة مهمة بالنسبة له، أصل وجوده في هذه الدنيا كان لغاية الإنذار، لغاية الهداية، فإذا كان آلة الهداية هو هذا الدين، كيف يتصور أن يترك النبي صلى الله عليه وآله آلة الهداية هذه بيد كل من هب ودب؟ فعليه عندما يريد أن يوصي تقول هكذا القضية، لا بد أن يوصي فيما هو مهم بالنسبة له. شوف الانتقال الجديدة، إذا يوصي فيما هو المهم بالنسبة له اللي هو الدين، المفروض النبي صلى الله عليه وآله علمه شديد القوى، لا ينطق عن الهوى. تقول النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل من عليه بأن علمه، يوحي إليه بحيث هو مطلع على الدين بتمامه، يوم يريد ينقل الصلاحية لغيره حتى يدير عملية التدين أو الدين، المفروض هذا الذي تنقل له الصلاحية كون عنده نفس صلاحيات النبي، نفس امتيازات النبي صلى الله عليه وآله حتى يقوى على إدارة هذه العملية. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين كل ما أفرغه جبريل في جوفي أفرغته في جوفك، وإلا من غير المعقول أن يوكل قضية الدين، قضية هؤلاء الناس خلق الله كلهم، يوكلهم لشخص لا يحسن، هذا أمر غير صحيح. فعليه ما دام الموصي كان له صلاحية التصرف في أشياء نتيجة امتيازات معينة، يوم ينقل صلاحيته إلى شخص آخر كون هذا الشخص يعطى تمام الصلاحيات وله من القدرة على إدارة هذه المسألة ويؤمن. واحد شي يقول لا القضية أنه أمير النبي عندما توفي الدين تم والقضية انتهت والقرآن موجود وأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، لم يبقى إلا أنه تدار هذه المجموعة إدارة مدنية فقط، رئاسة مدنية، دولة مدنية، تدينها محفوظ، فلا نحتاج بعد إلى عالم بالتدين أو عالم في الدين، ما نحتاج، شخص يدير هؤلاء الناس. خب من هو هذا الشخص الذي يدير هؤلاء الناس؟ من أين تأتيه الشرعية؟ التفتوا أنه الآن كما ذكرت لكم أنه مالي ليس لأحد أن يتصرف فيه. الآن يجي واحد يقول والله أنا قاضي في محكمة، فأنا أصدر حكما بمصادرة أموالك المنقولة وغير المنقولة. من أعطاك هذه الصلاحية أنه صادر أموال المنقولة وغير المنقولة؟ من أين جاءتك هذه الصلاحية؟ في زماننا هذا من تجي مثلا تشوف أي قرار صادر من قاضي حتى يعني يتكئ على جهة ويدعي أنه عمله شرعي، شو يقول باسم الشعب. يقول هل جاء المصطلح هذا أو ما هو معنى أنه مصطلح باسم الشعب؟ يقول باسم الشعب حتى تصير لي شرعي، أنا أحكم باسم من تحكم؟ باسم الدين. يقول لا أنا خارج الدين، أنا أصلا يعني ربما غير متدين أصلا، يعني القاضي أصلا لا علاقة له بالدين ربما، ومع ذلك يجعل القاضي باسم من تحكم؟ يقول أنا أحكم باسم الشعب، شرعيتي من الشعب، الشعب هو الذي انتخبني، نتيجة انتخاب هاي الدائرة الطويلة هو الذي انتخبني. في الممالك اللي هي مثلا الدول اللي تحكمها ممالك، من يجي يكتب باسم من؟ باسم الملك، الملك هو الذي يعطي الصلاحية، يعطي الشرعية للقاضي. الملك من أين جاء بالشرعية؟ تحار القضية. زين صوروا هذه القضية تقريبا من بداية الخمسينات في القرن الماضي إلى فترة قريبة، زمن الثورات. زمن الثورات شنو؟ فلان الفلاني في الليل يسوون انقلاب عسكري، يقتلون الحاكم ويسرون مكانه، لا الشعب مصعدهم ولا هم ملوك، منين يجيبون الشرعية؟ اخترعوا مصطلح يعبرون عنه بالشرعية الثورية، أن الثورة هي التي تعطيهم الشرعية.
يقول هذا في فقه الخلاف موجود؟ يقول موجود. شلون موجود؟ يقول عندهم أنه من قام بسيفه ووصل إلى السلطة بسيفه ولو كان أشد الناس فسقا يجب عليكم طاعته. ليش؟ يقول لأن طاعته أولى من معصيته، كون طاعته تسبب النظام، الحفاظ على مصالح العباد، طاعة الرئيس، فالرئيس يجب أن يطاع، فاسقا كان، برا كان، فاجرا كان، قاتلا كان، أي مشكلة لو كانت بي يجب عليك أن تطيعه. من أين تطيع؟ طبعا شنو يجب عليك؟ أن تنفذ أوامره. ومن يصادر أموالك لا بأس، من يقتلك لا بأس، من يعتدي على عرضك لا بأس، لأنه شرعي. شرعيته من أين؟ يقول شرعيته بسيفه، شرعيته بسيفه. هذه مشكلة الشرعية، مشكلة كبيرة، يعني يحار الطرف الآخر أنه كيف يجد لها حلا. عندما تأتي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام يقول لا، الإمامة رئاسة عامة، تنصيب من الله عز وجل، شرعيته من الله. أي شخص آخر لا يستطيع أن يدعي أنه منصب من الله عز وجل. الإمام يقول أنا منصب من الله عز وجل، كما أن النبي شرعيته من الله، أنا شرعيتي من الله. الفريق الآخر يحار في الشرعية، فيقول مثلا شرعيته من أين؟ يقول شرعيته أنه بمبايعة فلان له، بإجماع الجماعة الفلانية عليه مثلا، وهكذا القضية. فهذا موضوع مهم أنه يكون يلتفت له. يحاولون أن يقولوا أنه لا داعي لأن يوصي في الأمر المهم اللي هو الدين، لأن الدين قد ثبت ولا خوف عليه، مع أنه عشرات الفرق انفرط هذا الدين، عشرات الملل انفرط هذا الدين، وهم يقولون لا خوف على الدين. أبدا أبدا، الدين لا خوف عليه. الخوف على من؟ الخوف على إدارة حياة الناس وأمور الناس. ما دام الخوف على حياة الناس وعلى إدارة شؤونهم فهو هذا المفروض الأمر الأساسي. فعليه عليكم أن تديروا هذه العملية اللي هي عملية المفروض، عملية إدارة شؤون الناس فقط، وإدارة شؤونهم همين كيف يعني تدار هذه المسألة، هذا أمر المفروض أيضا يعني فيه ما فيه من الكلام. عموما في مثل هذا اليوم، ما بقي إن شاء الله من البحث نتركه للمحاضرة القادمة، في مثل هذا اليوم أعظم الله أجورنا وأجوركم، استشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. روي عن محمد بن الحنفية قال بتنا مع والدي ليلة العشرين من رمضان، كان والدي قد ازداد مرضه، اشتدت علته و نزل السم من رأسه إلى قدميه، فتورمت قدما أمير المؤمنين عليه السلام. وفي ليلة الحادي والعشرين جمع عياله وأوصاهم بوصايا عديدة، أوصى الإمام الحسن عليه السلام بمجموعة وصايا، أوصى الإمام الحسين عليه السلام بمجموعة وصايا، النبي صلوات الله وسلامه عليه، عفوا أمير المؤمنين عليه السلام في آخر ساعة من ساعاته جمع عياله ونظر إليهم نظرة مودع وأخبرهم أن هذا هو وعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه يوم رآه في أول ليلة يوم ضربه ذلك اللعين، قال يا علي إنك بعد ثلاث منصرف إلينا، وهذه الأيام الثلاثة قد تمت، يا موال أمير المؤمنين تفصدت جبهته بالعرق، تعرق جبينه، سكن أنينه، مد رجليه وأسبل يديه، وفاضت روحه إلى باريا، رحم الله من نادى وإماما، وعليا ومظلوما، جهزه الإمام الحسن عليه السلام، غسله
وكفنه وصلى عليه. وبعد أن حملت جنازة أمير المؤمنين حر قلبي على زينب كأني بآيات قول أبو حسين ما تمم صيامه لف العيد ولا ديتامه. وصاحت زينب لطمة الهامية فقدك صعب يا راعي الشهامة فقدك صعب يا راعي والله. الله وياك الله وياك يا حلو الجهامة ويا عزنا يا عزنا راح من راحة أيام يا عزنا راح من راحة تقول وفتني صوابك أثر بقلبي وفتني وحدة من بعد وحدة وفتني المنية ريت من قبلك وفتني وقبلك أندفن حدري الوطي. بعد أن أخذوا جنازة أمير المؤمنين بقيت مولاتنا زينب تدور في داري من مكان إلى مكان تخاطب دار أمير المؤمنين كأني بها تقول ودارك أنا ودارك عليك الأجل يا أبا الحسن دارك شلون الموت من دنياك داريك وبقت ظلمة يا ابو الأنوار داريك وغدت وحش القبل كانت زهية وغدت وحش القبل كانت هد ركن الهدى ركنان مشيدا. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم بمصاب أمير المؤمنين ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين بقمر العشيرة أبي الفاضل بزينب الكبرى العقيل بأم البنين. اللهم عجل لوليك الفرج ولا تدع لنا في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت. اللهم شافي مرضى المؤمنين خصوص المرضى المنظورين إخواني الحاضرين احفظهم واقضي حوائجهم للدنيا وللآخرة إلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين بالخصوص الشهداء السعداء. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات.